حكم المسلسلات والأفلام، حكم المسلسلات والأفلام، يعني ما ذكرته الوقت في السؤال الثاني أو الأولاني من يعني أسئلة هذه الحلقة المباركة، أقول المسلم يجب أن يكون حريصا على وقته، ووقتك هو حياتك، الوقت هو الحياة. وإذا يعني كان يقول عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء كندمي على يوم مرة قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ما ندمت على يوم كندمي على يوم مرة قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان السلف يقولون: إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أقتبس علما فما ذاك من عمري. فأنا يعني أقول للمسلم والمسلمة: لا تضيع وقتك في مثل هذا، في مثل هذه المسلسلات وفي مثل هذه الأفلام التي ربما لا تعزف إلا على وتر الجنس وعلى إلا على وتر الدعارة وإلا على وتر القيم الخائنة. يعني قد تقف تجلس أمام فيلم كامل أو أمام مسلسل كامل كل حلقاته لا تنبني إلا على الخيانة، امرأة مظلومة مسكينة عيني في البيت لأن الرجل مشغول طوال اليوم بالشغل وسايبها، فهي مسكينة بقى مش عاوزة، مش لاقي حد بيقول لها بحبك، ومش لاقي حد بيقول لها ده أنت عيني، فتعمل إيه؟ تروح بقى تحب واحد تاني عشان يقول لها بحبك. إيه الخلل ده؟ إيه الخلل ده؟ تأصيل لمعاني الخيانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يليق أبدا أن يقدم هذا بدعوى الفن. أي فن؟ أي فن هذا الذي يؤصل للرذيلة ويهيج الغرائز الهاجعة ويثير الشهوات الكامنة ويثير الشهوات الكامنة؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكون من أهل العقل ومن أهل الفهم، وأن يجعلنا من أهل البصيرة ممن يدركون شرف زمانهم وقدر وقتهم ويعرفون قدر النعمة التي هم فيها، ألا وهي نعمة الفراغ. يا أخي لا توظف الفراغ في مثل هذا، وإنما وظف الفراغ فيما ينفعك في دينك ودنياك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لكم من أهل الآخرة، ولا يمنع ذلك أبدا أن نكون هنا نعمر للآخرة ونحن في دنيانا. فلست درويشا أهرف بما لا أعرف، لأنني أعي يقينا أن الدنيا هي مزرعة الآخرة، الدنيا هي مزرعة الآخرة. وما أروع وأجمل قول علي رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير.